كلمة القائد العام للحرس القومي العربي يلقيها الحاج ذو الفقار العاملي وينوب عنه الحاج نضال العاملي فليتوطن مشكورا. بسم الله وبالله تحيا عروبتنا جميعا. أصحاب الفضيلة والسعادة والسيادة، ممثلي الأحزاب والقوى السورية والفلسطينية واللبنانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفلسطينية والجيه أحسنت صحيح. أرادوا إسقاط سوريا عبر دس السم العربي في رحاب الأمة من خاصرة الصمود والتحدي. أرادوا إسقاط الحلم العربي المتمثل بذاك الأسد المغوار سيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد. فحببنا بقيادته الحكيمة وسيفه الحر سيادة اليامه حافظ الأسد. فحببنا مشروعنا المنتصر بالدم وكان يرافقنا في تلك الليالي السوداء مقولة القائد الخالد جمال عبد الناصر أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. فكانت دماء شباب هذا المحور الممتد من طهران إلى كراكاس محور العزة والمقاومة يسقي عروبة دمشق ونهرها المسجى في ضواحي دمشق بلدا يسقيه مسكا من دمنا. فأتى العراقي الشهم وأتى ابن الشمال السوري وابن الجنوب وابن جنوب 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 لبنان منتشقا بندقية الكرامة العربية ليعيد لنا زمن أدهم خنجر وصادق حمزي والسيد عبد الحسين شرف الدين. ملحم عاصم كمان على راسك الله يسلمك راسك خليها هيك معكم. فكان الانتصار رسالة لتلك الجموع الممتدة من واشنطن والمنهزمة في خليج العرب المستسلمين الصهاينة. كان الانتصار يسجل بدماء زكية انتصرت عندما سقط تهديد أوباما في عام 2014 سقط عندما كانت أمهات الشهداء تنتشل أشلاء أبنائها في المعركة وترسل لهم بدل الشهيد ثلاثة وأربعة. فكان النصر مكتوبا من طرطوس واللاذقيه وحلب ودرعا ودمشق ودير الزور. كان مكتوبا بعزة وكرامة وعنفوان من أبناء بنت جبيل وصيدا وسور حتى بيروت وشمال اللبناني. كان مكتوبا ببركة أمهات هؤلاء الذين أتوا من العراق الحبيب. هكذا انتصرنا يا سادة بقيادة هذا الرجل رجل الكرامة العربية بشار حافظ الأسد. ولم تغب
بالقضية الفلسطينية أبدا، فكان حضن سوريا الحضن الآمن لهذا الشعب الذي نمتد من سنديانته العنفوان ومن تربيته الأصيلة الكرامة والشرف والمقاومة. فتحية لأولئك الشهداء الرجال الذين سقطوا في مخيم اليرموك والمخيمات الفلسطينية دفاعا عن سوريا قلب العروبة النابض حينما عز الرجال. أما بعد انتصار سوريا يا سادة، ويقول علينا القزم الصهيوني وكأنه لم يتعلم درس الذل في مارون الراس ودرس الذل في شوارع دمشق وأريافها، فيطل علينا الأصيل بسرب من الطائرات الورقية ليقصف علينا العروبة. فكما رددنا عام 2012 خلف بشار حفص الأسد بالدم، سنكون جندك بالدم، سنكون جندك في معركتك مع الوكيل والأصيل في مواجهة الصهيوني في سماء وبر وبحر سوريا. Thank you.